نفسي قامت تنهزم من نفسي قامت. انت لا تنتمي للدين المسيحي، عايش كأي مسلم، ايه اللي تعرفه من بعيد يعني عن الإيمان المسيحي؟ كل ما أعرفه عن الإيمان المسيحي هو ما قاله القرآن، بأن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة، مشركين كفار. الكتاب مرات بيدوم أهل الكتاب، ولكن مرات بيدوم منهم كفار. كنت عندي أصدقاء سودانيين مسيحيين، بس ما في واحد منهم في يوم من الأيام تكلم معي عن المسيح وأن الخلاص. كانوا مسيحيين اسميين؟ كانوا مسيحيين اسميين يعني. كنا في المدرسة، كان عندي بعض الأصدقاء مسيحيين، ما حصل فيهم واحد شارك معي الاختبار بتاعه، ما حصل فيهم واحد خبرني عن الإيمان المسيحي، ما هو الإيمان المسيحي. سو معرفتي بالمسيحية كانت معرفتهم من القرآن الكريم، أنهم يعبدون مريم، يعبدون عيسى، يعبدون الله، ويعتقدون بأن مريم هي زوجة الله، وأن المسيح جاء نتيجة لذلك. يعني نظرة بسيطة للتالوت، بعيدة كل البعد عن الإيمان المسيحي. طيب أنا عايز أعرف إيه اللي يخلي طفل أو شاب، مش طفل، إنه شاب مسلم عايش في السودان لا يعرف عن المسيحية إلا ما علمه القرآن وما علمه الإسلام، بعد هذا نشوف الآن أنك مسيحي، فعايزين نعرف إيه أول احتكاك. لكن خليني قبل نعرف أول احتكاك، هل كنت تعتقد أن المسيحيين أتقياء، أم كنت واخذ النظرة؟ مثلا أنا في المغرب كنت أشوف الأفلام الغربية وأعتقد أن المسيحيين كلهم ممثلين في الأفلام، أنهم يسكروا، أنه بتاع دعارة، أنه بتاع زنا، أنه بتاع كل الفسق الموجود في الدنيا سببه المسيحية، والغرب صار هيك بسبب المسيحية وكل هذه الأمور. هل كان عندكم نفس الشيء في السودان؟ أنا عايز أعرف نظرة المسلمين في السودان. عندي نفس الاعتقاد. يعني الحيال بعض الشبان الذين يدعون بأنهم مسيحيين يشون حياة لا تمجد الله، وكانوا مثلا يعيشون كبقية البشر، بيكون عندهم مثلا صديقات، بيكون حفلات، بعض منهم بيشرب. حتى لكن في بعض، لما أنا وصلت في المراحل المتأخرة، مراحل الشباب، كان عندي بعض الأصدقاء مسيحيين، بس هم كانوا حياتهم شوية كان بتختلف. وبعد ما قبلت الإيمان عرفت أنه دول المسيحيين المتجددين الذين عرفوا شخص الرب يسوع المسيح، فحياتهم كان فيها نوع من التقوى، مختلفين، كلامهم كان بيختلف. طب أي أول احتكاك ليك مع المسيحية؟ أنت قلت أنك لم تكن تعرف عن المسيحية إلا ما علمه الإسلام، فما الذي دفعك أن تحتك بالمسيحية ويصير تبتدي مسيرة التحول؟ خلينا نقول شاءت الظروف، وإنه أنا خرجت من السودان لبعض الأسباب، فخرجت من السودان وكنت في المهجر، فكان عندي فراغ. يعني لما تكون مع الأسرة بتحس بأنك أنت عندك حصانة، لكن لما ذهبت كنت لوحدي فحسيت بأنه هنالك فراغ. يعني فراغ روحي، يعني فراغ روحي، عدم ثقة بالنفس. فبدأت أبحث، حسيت أنه شيء ناقص، حسيت بأنه في شيء ناقص في حياتي الشخصية، في ما في سلام داخلي، ما في أمان، ما في رجاء. وهذا ولد فيك نوع من التساؤل، نوع من البحث، نوع من التساؤل، نوع من البحث. وكنت في فترة من الفترات كان دائما في شكل صوت داخلي بيقول لي أوجد كتاب مقدس باللغة العربية. فبحكم الصراع جواك في شيء دفعك أنك تطلب كتاب مقدس بالعربي. وطلبت الكتاب المقدس؟ طلبت الكتاب المقدس بالعربي. أول مرة في حياتي أمسك مثلا كتاب مقدس، أحد القديم ولا أحد الجديد. فبدأت لما فتحت الكتاب المقدس في البداية استغربت أنه بيتكلم عن في البدء خلق الله السماوات والأرض. بيتكلم عن الخليقة بالتفصيل،
يعني نعم. مثلا الآية الأولى بتقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. بالتفصيل كيف الله خلق السماوات، حتى في الأصحاح الثالث بيتكلم عن خلقه للإنسان. خلق آدم ومن آدم أخذ الضلع وأوجد الامرأة. فكان شوية يعني كان شيق بالنسبة لك. بالنسبة لي يعني أنا ما كنت عندي فكرة إنه الكتاب المقدس به هذه المعلومات. وأصبحت أدرس جيت لصفر التكوين، بعد صفر الخروج. وفي الخروج لقيت حاجة عجيبة جدا، الكتاب بيتكلم عن الوصايا العشرة، وصايا الله العشرة. فبيقول الرب إلهك إله واحد، لا تشتهي، لا تزني، لا تسرق، لا تكذب. فكان بالنسبة لي يعني أمر كيف أنا شايف المسيحيين الحياة اللي عايشينها كلها مثلا سكر وما شابه ذلك، وهنا الكتاب بيقول لهم لا تسكر، لا تكذب، لا تسرق، لا تشتهي، لا تزني. فكيف مثلا كتاب بيقولوا عليه في اللغة العربية كتاب مزور يحوي هذه المحرف يحمل هذه الوصايا القيمة. فبدأت أقرأ وحاولت حتى أطبق الوصايا. نعم. يعني بدأت أحس بأنه الله قال لا تكذب، أنا ما هكذب. الله قال لا تزني ولا تسرق، أنا ما هسرق، لأن حاولت أطبق الوصايا. فبدأت أحس بأنه يعني كل ما أقرأ الكتاب المقدس بحس بإطمئنان. بحس ومش بإطمئنان بس مرات بيكون في تبكيت إنه أنا ما عايش حياتي على حسب حياتي ما مرضية لله. لأنه لما نظرت للوصايا العشرة وردني أنه أنا إنسان خاطئ، لأنه أنا كسرت كثير من الوصايا بتاعة الله. فهذه الأمور كلها مجتمعة خلتك تبتدي تعيد تقييم معرفتك بالمسيحية ولا إيه؟ النقطة اللي أثرت فيني كثير لما قرأت عن إبراهيم. في الإسلام طبعا أنا بعرف بأنه إبراهيم هو أبو إسماعيل وإسحاق. بس الإسلام بيقول إنه إبراهيم لما كان عايز يقدم ابنه كذبيها كان عايز يقدم إسماعيل. نعم. وفي الكتاب المقدس لما درست الكتاب المقدس بيقول إنه إبراهيم كان عايز يقدم ابنه إسحاق. فده زرع فيني نوع من الشك أيهما أصح. الكتاب المقدس جاء آلاف السنين العهد القديم قبل الإسلام ويقول هنا إنه إبراهيم كان عايز يقدم ابنه إسحاق، والإسلام جاء بعده بسنين كثيرة بيقول إنه كان عايز يقدم ابنه إسحاق إسماعيل. فمن هو الصح؟ وأنت إذا نظرت للفكر الإسلامي يذهبون إلى الحج كل سنة، والفكرة وراء الحج بأن هاجر وابنها إسماعيل عندما طردوا، لما إبراهيم كان عايز يقدم ابنه إسماعيل قبل ما يذبحه فضاه الله بكبش. فالفكر الإسلامي وراء الحج وكله ما شابه مبني على هذه مبني على هذه القصة. أو إذا كانت القصة خطأ من البداية فالإسلام كله خطأ. لأنه حتى الكتاب المقدس بيقول إنه عندما أراد إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق كان في منطقة فلسطين الآن بما تسمى فلسطين وليس الحجاز. فكيف لمحمد أن يأتي بهذه الفكرة ويجيبها لمكة بدل فلسطين؟ فأثار فيني شك. فبدأت أقرأ. واحد من الأسباب اللي خلتني أقرأ الكتاب المقدس أكثر هي محبة السيد المسيح. لما أتيت للعهد الجديد بيقول أحبوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يفقدونكم. فكان كلام غريب لأنه أنا ما تعودت لذلك. الإسلام علمنا إنه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فكان عندي الروح بتاع الانتقام، يعني مثلا إنك ما ممكن تخلي إنسان عمل لك حاجة كعب. صح. وهنا المسيح بيقول لنا جاء قبل الإسلام وبيقول هنا أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا لمنقذيكم. وما كده وبس، حتى شخص المسيح اللي أنا كنت بعرف في الإسلام
يختلف تماما عن المسيح الذي تعرفت عليه من خلال قراءة الكتاب المقدس. فهذه كلها اكتشفتها من خلال قراءتك للكتاب المقدس. كيف؟ إيه اللي حصل؟ هل كان عندك صدمات؟ هل حصل نوع من الصراع؟ يعني عندك مسلمات فجأة هذه المسلمات تصطدم بقراءة جديدة للتراث المسيحي، للعقائد المسيحية؟ هل حصل نوع من الصدمة؟ حصل نوع من الصدمة، لأنه تخيل أنت نشأت في بيئة وفي عقيدة منذ الصغر، وفجأة كتاب فتجده، يعني عمري كان تقريبا كم وعشرين سنة، وكتاب بس قرأته يغير، يعني بيختلف تماما عن العقيدة الذي، فكانت صدمة. صدمة كانت صدمة حقيقية. هل أصدق ما تربيت عليه ولا أصدق الكتاب المقدس؟ طيب ايه اللي حسم الصراع؟ ايه اللي خلاك تقرر تصير مسيحي؟ ايه الخطوات اللي تبعت هذا الامر؟ يعني الان انا اشوف انه عندك صراع، يمكن يكون الاسلام صح، يمكن يكون المسيحي او الكتاب المقدس. الان انت تقارن الكتاب المقدس، يمكن الكتاب المقدس صح، يمكن الاسلام صح. طب ايه اللي حيغير كذا وعشرين سنه من العقائد في لحظه واحده؟ ايه الامور اللي خلتك تاخذ قرار؟ اوكي، زي ما ذكرت لك انه الكتاب المقدس فيه التسلسل. عندما يتحدث الكتاب المقدس عن الخلق بتسلسل، عندما تحدث الكتاب المقدس عن ابراهيم، من هو ابراهيم ومن اين جاء والى اين ذهب، وكان هنالك نوع من التسلسل. رساله دانيال، في كتاب دانيال فور اكزامبل، في بعض النبوءات، كتاب دانيال، سفر دانيال، سفر دانيال، في بعض النبوءات تنبأ دانيال بأن المسيح سيأتي وسيصلب. ده كان بين اكسيدنت، ما ممكن يكون ده بالصدفة، جاء بالصدفة. المزامير تتحدث عن المسيح سيأتي وسيصلب. النبوءات إذن حتى هي خلقت لك نوع من التأكيد، تأكيد بأنه هذا لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر، الكتاب المقدس، لأنه احتمال وقوع هذه النبوءات احتمال ضئيل جدا. فإذا لو حصلت هذا يؤكد أنه هناك نوع من الحق الإلهي فيه. هل هذه الأمور كلها خلتك يعني تحسم الصراع، ولا كان في أمور تانية؟ المشكلة اللي كانت بتواجهني هي مشكلة الثالوث. كيف لإله واحد ولكن ثلاثة في نفس الوقت، إله واحد. ففي يوم من الأيام بعد ما قرأت الكتاب المقدس اقتنعت بأنه هذا كلام الله. معلش، أنا ممكن أريد أعرف تفاصيل أكثر. هل يعني كل الأمور خلتك يعني نوعا ما تتأكد من المسيحية، لكن كان فضل مشكلة واحدة؟ كانت المشكلة الواحدة وهي المشكلة الكبرى. هي الثالوث. هي الثالوث. طيب تفضل اشرح لي. أنا ما بحب أشارك اللي حصل لي مع ناس كتير، لكن أنا يعني حاسس إنه أنا لازم أشارك بالحاجة اللي حصلت. في يوم من الأيام وأنا قاعد اقتنعت من كل القلب بأن الكتاب المقدس هو كلام الله، بوصاياه، بسرده، حتى رجعت إلى بعض التواريخ، وكله كان بيصب بأن حتى النبوءات التي تحققت كانت بنفس التدقيق. في يوم من الأيام قلت يا رب، بكل صدق، صلاة بسيطة، قلت يا رب أنا اخترعت إنه هذا الكتاب كتابك، لكن دي مشكلة واحدة، والمشكلة هي كيف كيفية الثالوث. المسيحيين بيقولوا إنه المسيح هو الله، والمسيح قال بأنه هو واحد مع الله، كيف ذلك؟ ففي يوم من الأيام وأنا جيت كنت في البيت لوحدي، جيت من الشغل واستحميت ومشيت عشان أنام، بس كان صلاتي وكان رغبتي إني أنا أعرف المشكلة بتاعت الثالوث. وأنا نايم، صدقني يا رشيد، وأنا نايم جاتني شكلي رؤية، شخص ما ماشي على رجلي، لكن كأنه محمول على، كأنه الريح بتحمله، وجاي وواقف رافع يده واحده، الايد الواحده لايديس والايد الثانيه لايديس، ففي شعاب يطلع من هنا وشعاب يطلع من هنا وشعاب يطلع من المنطقه بتاعت الرجلين. فذكر لي هذه الاشياء، انا والاب واحد.
بيتكلم باللغة العربية. أنا والأب واحد، من رآني فقد رأى الآب. أنا هو الكائن الذي كان والذي سيأتي. وهذه الآيات كنت أنت قرأتها؟ قرأتها من قبل، ولكن لم يعني ما كانت مثلا ب ما كان لها نفس الوقع. ما كان لها نفس الوقع. فالمشكلة كانت كيف المسيح هو الله، ولكن لما الرؤية حصلت جاء. الرؤية لما حصلت الرؤية، لما قال وأسر المسامير، يعني ما حصل أنا شفت المسيح، ما عشت في زمن المسيح طبعا ولا أعرف شكل المسيح، ولكن فتأكدت من خلال هذه من هذه الرؤية ومن خلال رؤية المسامير إنه هو المسيح. إنه هو المسيح اللي أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. أنا هو الكائن والذي كان والذي سيأتي. وأنا أنا كنت مسلم بؤمن إنه الله هو الكائن وهو الذي سيأتي ليدين العالم. ولكن الذي كان في تجسده، تجسد المسيح، هذا ما كانت ما كنت أشك فيه. كيف لإلهنا يتجسد ويموت؟ كانت المشكلة. هي كانت المشكلة. لكن الرؤية أعطتك يعني نوع من التأكيد. أعطتني نوع من التأكيد، ومجرد ما شفت الرؤية قمت شكلي يعني مخلوق. قلت يا رب أنت واحد. مجرد ما فتحت عيني الغرفة كانت فاضية. فمنذ ذلك الوقت لم أشك أبدا بأن المسيح هو الله الذي تجسد ومات من أجل خطاياي. ودي كانت النقطة الفاصلة في طيب هل بنيت إيمانك على الرؤية فقط؟ لا. طب إيه تاني؟ بنيت إيماني على الكتاب المقدس وما قاله الكتاب المقدس، على نبوءات الكتاب المقدس، على وصايا الله. لأنه الكتاب المقدس أعطانا وصايا. طبعا. فالوصايا العشرة دليل على أن هذا الكتاب ليس من بشر. والرؤية بالنسبة لك إيه؟ يعني تعتبرها، أنا بحاول أشرح لواحد جديد، يعني تحصل معاه رؤى في نفس الوقت يقرأ الكتاب المقدس، هل نبني إيماننا واقتناعنا على رؤى أم نبنيه على الكتاب المقدس؟ لا، بنياني كان على الكتاب المقدس. أنا اقتنعت بأن الكتاب المقدس هو كلام الله، يريد هلاك البشر. لا يريد هلاك البشر. فلماذا يسهر لإنسان حقير مثلي for example؟ لأنه لا يريدني أن أهلك. وأنا أرى السر وراء ذلك بأنه الله رأى بأني كنت أبحث عنه من كل القلب. فكانت المشكلة الوحيدة اللي كانت عندي هي مشكلة الثالوث، وهو يعني أظهر لي أنه فكان يعني بالنسبة لي كان عبارة عن لغز. يعني لغز، أنت بتركب في اللغز وفضل شيء واحد عشان ما تحطه في المكان عشان تكتمل الرؤية، عشان تكتمل الصورة. فكانت المشكلة هي الثالوث. ولكن بعد هذه الرؤية كان هذا تأكيد بأن ما قاله الكتاب المقدس هو حق. أحببتني مع بعض، مرت عليا وقومتني، عليت مقامي وقدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. للمنتهى أحببتني، مرت عليا وقومتني، عليت مقامي وقدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة.
عشان حنانك سبى حياتي وعشان جمالك.